وصفة اليوم مختلفة عن كل الوصفات اللي نزلت في القناة من قبل. ثمنها في المحلات أضعاف مضاعفة من ثمن تحضيرها في البيت، وأول ما حضرتها رجعت من المدمنين عليها وضروري نشربها كل يوم. اسمها قهوة الموكا الباردة. هاد القهوة الصراحة إدمان حقيقي، تعجب الكبار في السن والصغار في السن والنساء والرجال، وأي حد يجربها أنا متأكد 1000000% يرجع يطلب منكم تحضيرها مرة أخرى. فنتمنى توصلوا هذا الفيديو ل10000 لايك وتشاركوه مع كل محبي القهوة. ولتحضير قهوة الموكا نحتاج النسكافيه، نسكافيه كلاسيكية عادية، أو ممكن تستخدموا أي نوع آخر تحبوه من القهوة سريعة الذوبان. ناخدو طنجرة نحطوها على نار متوسطة ونوضعوا فيها نصف لتر من الحليب ونخلوها على النار لحد ما توصل لدرجة الغليان. أول ما يوصل عندنا الحليب لدرجة الغليان نوقف النار ونضيف ملعقتين من القهوة سواء النسكافيه أو أي نوع آخر من القهوة سريعة الذوبان. ضفت هنا الملعقة الأولى وخلطتها مع الحليب لحد ما ذابت القهوة بالكامل، ثم ضفت ملعقة أخرى ورجعت خلطت لحد ما تذوب عندنا القهوة بالكامل، ثم نضيف 3 ملاعق من الحليب المحلى، حليب نسلي المحلى أو أي نوع آخر. وملعقة واحدة من بودرة الكاكاو، أنا هنا استخدمت الكاكاو الحلو، ونخلطه الكل جيدا. نخلطه الحليب المحلى مع الحليب مع القهوة ومع الكاكاو حتى نحصله على خليط متجانس. والمكون السري هو 2 ملاعق من بودرة الكريم شونتيه. بودرة الكريم شونتيه هنا تعطي مذاق لذيذ وتعطي قوام كريمي لهذه القهوة. نخلطه جيدا، ثم نضيفه 0.5 لتر من الحليب البارد، الحليب يكون بارد مباشرة من الثلاجة. نخلطه الكل جيدا، وهكذا قهوة الموكا الباردة عندنا جاهزة بأسهل طريقة وبأسهل مكونات. ضروري ضروري تجربوا هذه الوصفة. ومن بعد ما نخلطوا الكل جيدا نوضعوها في قنينات، والأحسن توضعوها في قنينات زجاجية وتدخلوها للثلاجة لحد ما تبرد تقريبا لمدة ساعة أو ساعتين، وممكن تحتفظوا بها في الثلاجة لمدة ما بين 5 أيام لحد 7 أيام. وهكذا قهوتنا جاهزة لذيذة ومنعشة، أنا متأكد أنها تعجب أي حد يتذوقها. فنتمنى أن هذا الفيديو نال إعجابكم، ما تنسوش اللايك وتعليق جميل ومشاركة الفيديو مع كل الناس اللي حبوا القهوة. فنتمنى لكم يوم مبارك سعيد، ونلقاكم في الفيديو القادم إن شاء الله. السلام عليكم.